أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع بيهم الكتير. هنتكلم عن الهاند ميد وصناعة فن الهاند ميد. الهاند ميد طبعا في ناس كتير جدا، يعني إيه هو الهاند ميد؟ طيب الهاند ميد أي حد يقدر يشتغل الهاند ميد ولا لازم يكون عنده الموهبة؟ طيب الهاند ميد أنا عايز أبدأ مشروع الهاند ميد أبدأه إزاي؟ فكل ده هنتكلم فيه في حلقة النهاردة مع ضيفتي اللي مشرفاني ومنوراني في برنامج حلم حياة. هي طموحة ومجتهدة وناجحة جدا، وهي قبل ما تكون مصممة بعد ما كانت مصممة هي بقت مدربة هاند ميد. ضيفتي اللي مشرفاني في النهاردة هي الأستاذة المصممة وايدة حسين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، شرفت ونورت البرنامج. البرنامج منور بيكم من قبلية. ربنا يحفظك. أول حاجة عايز أعرف من حضرتك فكرة الهاند ميد جات لك ازاي وبدأتي الموضوع ازاي؟ اوكي، احنا لو بدأنا هنلاقي ان الموضوع ده بادي معايا من وانا صغيرة. كان ابتدى معايا ان انا بعمل زمان بعمل اكسسوارات لنفسي انا. بعد كده ابتدت ان صحابي طب احنا عاوزين نعمل اكسسوارات. ابتدت ان ايه في حد عنده من صحابي حاجة اكسسوار بايظ عنده، فهيرمي انا باخده بعدله له. يعني الفكرة جاية من الصغر، موهبة مش أكتر. يعني دلوقتي أنت دلوقتي صحابك كان بيبقى مثلا عندهم هاند ميد مثلا باظ منهم، اكسسوار باظ منهم، أنت من قبل ما تكوني مصممة أو قبل ما تشتغلي في الهاند ميد كان عندك الموهبة، فكنت بتاخدي الحاجة ديت وبتصلحيها دي. وعملها إعادة تدوير زي ما بيقول. فمن هنا اكتشفتي نفسك ولا حد بقى اللي هو قال لك مثلا؟ لا، خلينا نقول ان السبب الاساسي انا يعني حته الموهبه في الرسم او المشغولات اليدويه دي من الصغر مش في الاكسسوار بس. بس الفضل الاول والاخير لاثنين من اخواتي اكبر مني. ربنا يا رب الله يرحمها وربنا يديله الصحه. من وانا صغيره كل واحد فيهم لقى فيا موهبه كان بيشجعني فيها. فالفضل الأول والأخير ليهم. وأول فلوس خدتها كرأس مال اشتغلت بيها يرجع لأختي الله يرحمها. الله يرحمها. يعني هي دي أول حد شجعك، وهو ده هي دي اللي خليتك إيه إنك حطيت رجلك على الطريق. ادتني رأس مال وخليتني أشتغل على الطريق وشجعتني. تمام. بخصوص التشجيع يعني المفروض ما نتكلمش بدري على الإحباط كده، بس نتكلم بقى عن الإحباط. حد أحبطك في طريقك مثلا؟ بص، كل شغل او كل مهنه او كل موهبه ليها منافسات. في فرق بين انك تكون شغال هاند ميد بموهبه وصنعه، وشغال هاند ميد انك تشتري وتبيع. ده الفرق كبير جدا، في ناس ما تعرفوش. يعني نرجع نقول انا كمصممه انا بصمم التصميم وبصنعه بايديا، فبالتالي لما باجي انزله السوق بنزله بسعر اقل، فهم هنا في غيري بياخد يشتري ويبيع فبيعلى، فبتبتدي من هنا منافسات، فهتلاقي في احباط كتير جدا. لكن المهم ان الواحد ما يستسلمش للاحباط. تمام. لان في حد تاني بيشجعك. كلام حضرتك سليم طبعا، ان لازم الواحد يعني طالما يعني عنده هدف معين يبقى عنده اصرار لتحقيق الهدف. اكيد، لان لو استسلم زي ما حضرتك قلتي فهيقع، وما ينفعش انه يقع. بخصوص انك قلتي انها موهبه، يعني عايز اعرف بما ان حضرتك مدربه هاند ميد وتحديدا مدربه لاصحاب القدرات الخاصه. تمام. انا دلوقتي ما عنديش موهبه هاند ميد خالص وعايز اتعلم، هل ممكن اتعلم بسهوله ولا لا عشان انا ما عنديش الموهبه خالص؟ صعب. بص، خلينا برضو نقول في حاجه، في فرق بين التعليم والتدريب والموهبه. الفرق في ايه؟ الموهبه بتديك زي تميز في التصميم بتاعك، بتخلي شغلك مميز، شغلك معروف، ليك ستايل معين انت ماشي عليه. انما التعليم لا، زيه تعليم زي اي حاجه بتدرسها. بيجي لنا لسه بس الاطفال والاعمار الصغيره تعلم بسرعه بتستوعب اكتر. الكبير بيجي عاوز يحط نفسه في موهبه تدخل له فلوس مش حاببها. تلاقيه مثلا، يعني انا كنت بدرب في حته معينه، معرفش ينفع اذكر الاسم ولا لا. لا اتفضلي. بصراحه اذكر برضو المؤسسه العماليه انا كنت بدرب فيها. فتلاقي في سيدات كبيره تيجي تتدرب كروشيه وجلود واكسسوارات وتفصيل عشان اللي هيديها فلوس اكتر. فدي ما بتنجحش.
تمام، لان هي مش واخده الحاجه اللي هي حبا، ده واخده الحاجه ماده وما بتركزش في حاجه معينه. كلام حضرتك برضو سليم، يعني الاطفال دايما بتستوعب بسرعه جدا. تمام، يعني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. وطبعا يعني طول ما انت بتحب الحاجه هتنجح، اي حاجه بتحبها بتنجح فيها. ده شرط اساسي بالظبط، فانت لازم تكون بتحب الحاجه. طيب دلوقتي اللي هو بيتعلم، حضرتك قلتي حاجه حلوه جدا، اللي هو عنده الموهبه غير اللي هو متعلم، فدلوقتي عايزه توضحي وتقولي ان ممكن اللي بيتعلم هيتعلم، ولكن المصمم اللي هو عنده موهبه هيبتكر ويبدع في شغله، انما المتعلم هيبقى هيتدرب وكل حاجه، وممكن الواحد يتعلم الهاند ميد بس هيبقى متعلم على حاجه معينه. صح كده؟ صح كده. طيب اتكلمتي برضو عن كذا حاجه خاصه بالهاند ميد، اتكلمتي عن الكورشيه، اتكلمتي عن الجلود، وعن النهارده اكسسوارات، واتكلمتي عن كذا حاجه. طيب الهاند ميد اللي حضرتك بتشتغلي فيه، بتشتغلي كل حاجه ولا بتشتغلي حاجه معينه؟ بص حضرتك، خليني اقول لك، انا يعني انا من صغري بحب الشغل، المشغولات اليدويه، بحب الرسم، بحب الاكسسوارات، بس كل واحد فينا بيتخصص في حاجه. زي لعيب الكوره مثلا، في اللي هو الحارس المرمى، في الهداف كده، في المدافع، الممثل، في الكوميديان، وفي الدراما. فانا اخترت، لقيت نفسي ناجحه في الاكسسوارات. الاكسسوارات عامه، حته ايه، ان انا بحب ادمج الحاجه، في تباضد بيتخصص في حاجه معينه، لا انا بحب ادمج المشغولات اليدويه مع الذهب الصيني. نقول مثلا لو في ذهب صيني بيبقى ذهب صيني بس، انا دخلت الخرز جوه الذهب الصيني. هو الاكسسوارات بشكل عام، تمام، يعني الذهب الصيني بيختلف عن الاكسسوار؟ يعني مش اغلب الاكسسوارات بيكون فيها ذهب صيني؟ بيختلف في ايه؟ الذهب الصيني في حاجات، في الذهب الصيني بتبقى مكن، تبقى مصنعه على مكن. في الموهبين بقى، الموهوبين، وفي حاجات احنا زي ايه مثلا، نقول الكوليه اللي انا جايبها ده سلاسل ثلاث الوان، وده دي حلي، انا صممت التصميم ده، جمعت دمجت الثلاث سلاسل الثلاث الوان بالحلي، الحلي ده جاهز طبعا، ما اقدرش اقول عمله، بس بضيف له فصوص، انا بدخل عليه بطعمه بفصوص. ففي فرق بين الهاند ميد والذهب الصيني، بس ليه ما ندمجش الاثنين مع بعض؟ ليه نعمل ده؟ انا دمجت الخرز والعقيق مع الذهب الصيني. يعني انت قلتي ايه المانع ان احنا دلوقتي نعمل مزيج ما بين الاثنين، تبقى حاجه مختلفه وابتكار مختلف. هو طبعا احنا معانا صور، يا ريت يعني لو الصور جاهزه تنزلوا الصور معانا. تمام، الصور طبعا يعني موضحه حاجات كتيره جدا. طيب الحاجه اللي بتعمليها، يعني مثلا انت دلوقتي بتعملي حاجه معينه، بتاخد منك وقت قد ايه؟ كل حاجه، كل تصميم وليه وقته. في تصميم ممكن اقعد فيه يومين، ده بيحتاج ممكن اصمم التصميم واصوره، ما يعجبنيش اروح فكاه تاني واروح مصممه اعمل تصميم من اول وجديد. في تصميم بيحتاج ادخل فيه نحاس، النحاس ده بنشغله بكماشه معينه، بقاله معينه، ده ياخد معايا وقت كبير. تمام، يعني كل حاجه على حسب وضعها. هو دلوقتي في صوره محطوطه، تمام، الصوره دي ده اسكارف، انا دمجت الاشربات بالحلي، ده حلي مطلي، ده مش فضه، ده مطلي فضه. فانا دمجت الاشرب بالحلي، دمجت اتنين مع بعض سكارف، ده بياخد شغل كتير. بصراحة يعني حاجة جميلة، وفي معانا صور تانية جميلة برضو جدا لشغل حضرتك، يعني جداً. في صور تانية مختلفة والاكسسوارات تانية حاجة بسم الله ما شاء الله، وكل شغل حضرتك يعني حاجة كويسة. الخامات دلوقتي، الخامات بتكون متوفرة، يعني انت دلوقتي حضرتك مش عايزة تشتغل شغل معين، عايزة تجيب حاجة معينة، بتلاقي الخامات متوفرة بسهولة ولا بيبقى في صعوبه في بعض الاحيان؟ هقول لحضرتك على حاجه، انا عمري ما بنزل، يعني ما بصممش تصميم وانزل اجيب له خاماته، لا انا بنزل السوق بتاعي، قدامي خامات كتير. هو هنا بتفرق بين، يعني في ناس تقول لك ايه اشمعنى ده، الناس بتشتريه وهنا لا.
انا بنزل قدامي خامات كتير، هو من هنا الذوق بتاعي، وانا واقفه قدام الخامه بيتحط قدامي تصميم، بجمع سوري بجمع التصميم بتاعي في نفس الوقت واجمع له الخامات بتاعته فبتبدا اشتغلها. يعني حضرتك مش بتنزلي تشتري حاجه معينه وتشتغلي عليها، لا ده انا بنزل مثلا بشوف المتوفر وببتكر انا بذوقي انا بالموجود بالمشغولات اللي عندي بالخامات اللي عندي. غير كده ان كل زي اي سوق كل يوم وكل شهر بينزل لنا خامات جديده. يعني لازم اكون متواجده على طول في السوق للحاجات الجديده عشان انا شغلي يتطلب. طيب هي بصراحه الاكسسوارات بسم الله ما شاء الله، يعني وتحديدا الاكسسوار اللي حضرتك لابساه يعني حاجه جميله. ليه الناس بما ان الاكسسوارات مثلا بتبقى حلوه وجميله وشيك بالطريقه دي، ليه الناس مثلا ما تستغناش عن الذهب في ظل ان هو مكلف جدا وفي ظل انه ممكن يعمل مشاكل وما يلبسوش الاكسسوارات؟ لا هو فعلا مبدئيا دلوقتي الناس بقت تستبدل الذهب بالذهب الصيني. اولا عشان زي ما حضرتك قلت الحاله الاقتصاديه وان الذهب غلي، ثانيا خوف غالي من زمان وخوف عالي على نفسهم كأمان في اللي هم مخارجين، وخوف على اولادهم. ففعلا دلوقتي الذهب الصيني غطى وقت غطى مساحه كبيره جدا. يعني دلوقتي الناس بتستخدمه يعني. طيب هو بيصدي؟ يعني في ناس تقول لك ايه الاكسسوارات بتصدي، وفي ناس تانية تقول الاكسسوارات ما بتصديش، يعني حضرتك بتقولي ما بتصديش، قلت لي ده في الكواليس. اقول بقى ك يا ريت صور بقى الاكسسوارات اللي معانا بعد اذنكم، يعني اكلمك على كل عرض دي. خليني كمصممه او صنعه، اللي مش عاوز اكسسوارات وتصدي من اللي هم مصممين زي او اللي هم بيشتغلوا في الهاند ميد وبيبيعوا، مش هقول ماركات، في سبراي غالي شويه بس انا بضحي براس المال في البدايه، ده هيغطي كتير عندي، ده بنديله طبقه، هو ده فن الصنعه. يعني حضرتك بتقولي لنا سر دلوقتي ان انت عايز لا ده هديه مني لكل اللي هم مصممين زيي او بيبيعوا او عندهم مشكله ان الحاجه بتاعتهم بتصدي. نفس الحكايه الذهب الصيني انواع زيه زي الذهب العادي، في ذهب احنا عندنا الذهب اللي هو 21 والذهب ال 18، الذهب الصيني في الذهب ال 21 والذهب ال 18، برضه في اسبغي بيحافظ عليه على شغلنا. يعني الحاجه اللي هي بتصدي او الحاجه اللي بتنتهي اللي هي داخل بسرعه داخل فيها المعدن، داخل فيها المعدن، ونقدر نقول اللي هي المصمم فيها بيستسهل او بيسترخص. لو خد الطبقه مش هتتفاعل مع العرق بتاعنا او مع الاسبراي او مع البيرفين او مع اي ماده كيماويه، ما يصديش خالص ولا ممكن بعد فتره من الزمن لا هي الطبقه دي بتعمل حمايه، بتعمل حمايه من هنا فتره كبيره، لكن مش هتيجي في وقتها. احنا المفروض نخدم المهنه بتاعتنا ومشغولاتنا عشان نحافظ عليها، فمن هنا هننجح. هو بصراحة يعني كل كلمة حضرتك بتقوليها يعني فيها مضمون، انك انت دلوقتي لو استرخصت فانت، انا دلوقتي كعميل خدت الشغل والشغل ما عجبنيش مش هجيب لك عميل تاني، طب الشغل حلو والشغل كويس اجيب لك تاني وتالت ورابع، ده من اسلوب التسويق الناجح. انا عارف ان حضرتك يعني شاركت في معارض كتير جدا، عايزك تكلمينا على المعارض ديت، وقبل ما تكلمينا على المعارض معانا صور لشهادات تقدير برضو، عايزك تكلمينا عن شهادات التقدير ديت، وعايزك تكلمينا هل كانت في معارض معينه ولا لا؟ تمام. بص حضرتك المعارض بالنسبه لنا احنا عامله زي بورصه، بنزل المعرض انا وحظي بعت او ما بعتش، بس التصميم المميز او الحاجه المختلفه اللي هي مش الناس ما بتشوفهاش كتير، هي دي اللي بتشد في المعرض. في معارض اللي هي تبع وزاره التضامن وهي دي اللي بنتكرم فيها، وكان في معرض في اسكندريه تبع وزاره التضامن اسمه معرض بدايه، ده احنا اتكرمنا وخدنا شهادات،
ده الصوره دي بتاعت معرض في فندق سفير. يعني الاكسسوارات بسم الله ما شاء الله يعني جميله جدا في الصور في معرض فندق سفير. تمام. هو احنا النهارده طبعا بصراحه يعني انا عارف ان حضرتك يعني جيتي وانت تعبانه وكان عند حضرتك يعني برد وما زال عند حضرتك البرد وانا كمان والله عندي عندنا برد النهارده ولكن يعني معلش يعني ان احنا تقلنا عليك النهارده وجبنا حضرتك وحضرتك تعبانه وكلمينا بقى عن الصوره وفندق سفير والكلام ده كله. فندق سفير ده كان كان مبادره اسمها مبادره صنع ايدينا. تمام. نزلنا بيها نزلنا. ايه راي حضرتك ناخد فاصل وبعدين نكمل الحديث عن الصوره وفندق سفير. اعزائي المشاهدين فاصل ثم بعد ذلك نعود للحديث معكم. أعزائي المشاهدين وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث وهنتكلم عن المعارض وشهادات التقدير وطبعا يعني الضيفة النهاردة مشرفانا ومنورانا ولكن اعذرونا وسامحونا لو هي عندها برد ولكن ما كانش ينفع نأجل الهوى عشان كده يعني جات ودعناها النهاردة وهي عندها برد وكانت تعبانة وما زالت تعبانة واستحملونا أو اعذرونا. نرجع بقى تاني لشهادات التقدير والمعارض. المعارض بتفيد المصمم في ايه؟ ان احنا بنتشهر. بنتشهر. يعني المعارض بتشهر المصمم؟ وبنتعلم. ازاي؟ بنتعلم من تصميم غيرنا. بناخد اشكال بنتفرج على اشكال كتير لان مش بنبقى المصريين بس. في السودانيين وفي النوبيين، في ناس كتير فبنتعلم وبتدينا تشجيع، بتدينا جراءة. تمام، يعني بتوضحي هي مش فكرة شهرة على قد ما هي فكرة تبادل خبرات. يعني بيتم تبادل الخبرات ما بين المصمم العربي والمصمم المصري، يعني والمصمم في مصممين بيبقوا أجانب في بعض الأحيان في المعارض. تمام. فالواحد بيتعلم وبيتبادل خبرات وبيتعرف على ناس جديدة. طب بيفيد في التسويق؟ جدا. لأن ممكن ما بيعش في المعرض بس في حد بيتفرج. طب ما حضرتك رقم تليفون، طب في مكان متواجد ان احنا نجيلك فيه، ممكن ما يكونش عاملين حسابهم. في ناس بتطلب مني التصميم بس الوان تانية، خرز تاني او اشكال تانية. فبالتالي بيبقى ياخدوا رقم التليفون وبيتواصلوا معايا. في مشاكل بتقابل المصمم المبتدئ؟ كتير. في ايه بقى؟ المصمم المبتدئ ما بيعرفش يوظف ساعات كتير الخامات بتاعته.
او بيهدر في الخامات، يهدر في الخامات بتاعته. ممكن كلية يتعمل بخرز معين، هو يحط خرز غالي جدا مش للتصميم ده. مع الخبره ونزول السوق كتير وشراء الخامات وتفريغ زي ما قلنا في المعارض بيزداد الخبره. طيب لو حضرتك حابه تشكري حد هتشكري مين؟ طب انا استسمحك ان انا اتكلم على حاجه معينه. عاوزه اقول حضرتك سالتني سؤال في البدايه، انا يعني نسيت اقول الحته دي. اللي بيتعلموا اكتر وبيستوعبوا وياخدوا المعلومه اكتر اللي هم ذو الهمم. ذو الهمم ربنا مديهم موهبه وقدره اكتر مننا احنا. بيستوعبوا معانا حلو جدا. وبقدم رساله من هنا، لو اي حد عنده اطفال او بنات او شباب او اطفال في لحد سن 16 سنه او بنات كبيره ذو الهمم، انا مستعده ان انا اعمل لهم دوره تدريبيه، وبتبقى بحاجه رمزيه جدا. دعما من حضرتك. دعم، وباخد معروضاتهم بعرضها عندي. تمام، احنا معانا برضو بعض الصور الاكسسوارات، تمام، عايزك تكلمينا عن الصور دي. تمام، خلينا اقول برضو الخواتم دي، ده انا شغلي فيها تركيب فصوص، بيجي لي القالب جاهز. قالب الخاتم جاهز، انا اللي بختار الوان الفصوص، وانا اللي بختار الدمج الالوان مع بعضها. ده ذهب صيني في سيلفر، سيلفر مع جولد. انا بشتري دي خامات قطع، وانا اللي بقعد القطع قدامي، بقعد ارسم الشكل اللي انا هعمله وبركبه بايديا انا. تمام، يعني معانا برضو صور تانية. ده سكارف، ده سكارف قماش بس غير التصميم بتاعه وغير التصميم التاني. ده معمول كان في حفلة للبدو، فكنت عاملها لهم على الجلباب بتاعهم. كنت شفت التصميم ده على صفحتك، حضرتك قلتي حاجة حلوة قوي، قلتي ما ترميش القماش، استغل القماش في انك تعمل تصميم. هي اعادة تدوير. اعادة تدوير. هو عشان الوقت يعني معانا صور كتير جدا، ولكن عشان الوقت يعني شبه قرب ينتهي. ابدا، انا سعيدة بتواجدي معاكم. انا اسعد طبعا، انا اسعد. طيب انت يعني قلتي في ناس وقفت كتير معاكي وحابة تشكريهم، حابة اعرف مين، يعني حابة تشكري مين؟ لو هتوجهي رسالة شكر لحد ومع حضرتك الكاميرا هتوجهي الشكر لمين؟ اوكي، اول اهداء بوجه اهداء لكل اخواتي، بس بخص فيهم الله يرحمها اختي دي اللي ادتني اول راس مال ابتديت بيه مشروعي وشجعتني، وكان كلية واحد انا عاملاه لنفسي، وبعد كده خرجت في جروب مع صحابي عجبهم، فجايه بقول لها، قالت لي خدي وروحي اعملي لهم. تمام. بشكر ماما عايده، ماما عايده دي مامة امنا كلنا، بشكرك يا ماما عايده، تملي بتشجعيني. بشكر امهاتي الكتير، امهاتي البديله في دار مسنين مش هذكر اسمه، بس انتوا دعمتوني كتير بحنيتكم وحبكم، وانا بحبكم جدا، ومهما اشتغلت او مهما روحت اي مجال عمري ما هسيبكم وهفضل معاكم. وبشكر مديرين الدار استاذه شيماء واستاذ سعيد، لان هم حنينين جدا عليهم، وبشكر كل اللي عاملين معايا في الدار، وبشكر كل اصحابي، وبشكر صاحبتي نيمين اللي جت معايا المشوار ده كله. تمام، هو الوقت شبه انتهى، واخر سؤال، كنت قلت ليا ان في مكان خاص بيكي هتعرضي فيه المعروضات بتاع حضرتك كامله، فعايزك تكلمينا عنه. هي دي المفاجاه اللي انا بحضرها لاصحابي والناس اللي بحبهم. ان شاء الله في مقر او معرض دائم ليا، اتمنى تشرفونا فيه، ولكل المواهب ذو الهمم مكانكم موجود للتدريب والعرض منتجاتكم. بصراحة يعني حضرتك شرفتينا ونورتينا، والحديث مع حضرتك كان شيق جدا، وكان نفسي أكون مع حضرتك أكتر من كده، ولكن الحلقة الجاية إن شاء الله لنا حلقات تانية وتكوني في صحة أفضل بإذن الله. بشكرك أنا جدا. سعيدة، وبعتذر إن أنا على
ان انا تعبانه، بس انا ما قدرتش اجل معاكم، وانا سعيده بيكم، وان شاء الله يبقى بينا حلقات كتير، وانا سعيده بالجوب كله، وبشكر كل اللي استف. ربنا يحفظك، واحنا بنشكر حضرتك وشرفتنا ونورتينا، وبشكر صديقي واخويا الغالي اللي تعبني وتعبه الاستاذ محمد الملكي، يعني هو عمال يزعق في الكنترول بس يعني بحبه وبشكره، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج حلم حياه.